الله يرضى عليك، من غير لف ولا دوران. ابن ابني اللي كتبت الرسالة لأبوه مشان يعترف فيه. وين؟ خالتي انتي شو عم تقولي؟ إذا حكيتي لي بوعدك إنه ما أفتح سيرة للمخلوق. هون حفرنا وهون دمرنا، بس ريحي لي قلبي الله يخليكي. خالتي إذا كنتي شاكة إنه أنا اللي كاتبة الرسالة فأقسم لك بالله العظيم مو أنا. مين اللي كان؟ والله ما بعرف خالتي، والله ما بعرف. صدقيني لو كنت بعرف كنت خبرتك فورا وريحت لك قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تقبريني انتي بتعرفي انه عصام واحمد ووسيم معزد اخواتي الشباب، بعدين شبنا انا رنا تربايتك. لا تواخذيني امي، بس والله ما بعرف شو بدي اعمل، ما عم بعرف شو بدي اعمل، ما بقدر انسى هالقصة. والله حاسه فيك يا خالتي، يا ريت بقدر ساعدك بس لو اعرف مين.